ما الحكم اذا كان عندي خادم وثني يعبد بوذا او نصراني يقول الله تعالى الثلاثة وانا لا انكر عليه ولا ادعوه الى الاسلام واختلط بابنائي، افيدوني وانصحوني اسالكم الله. سمعت الكلام، يجب عليك ان تبعده وان تنهي عبده، ولا يبقى عندك هذا النصراني ولا بوذي اكثر من النصراني، بوذي وثني اكثر والهندوكي وثني اكثر، فيجب عليك ابعاد ذلك وانهاء عقودهم واستبداله بالمسلمين، ولا خير في بقاء هؤلاء عندك، فهو شر عليه في الدين والدنيا، الا اذا هداهم الله للاسلام قبلوا منك ودعوتهم للاسلام وهداهم الله وقبلوا فلا باس واحذرهم، فقد يكون اسلامهم غير حقيقي، ولكن تقبل منهم الاسلام وادعوهم الى الاسلام، فاذا قبلوا فلك اجر عظيم ولعلهم يكونون صادقين مع المراقبه والعنايه، فاذا رايت عليهم عمرات الصدق وظهور دلائل قبول الإسلام هذه نعمة من الله عليك وعليهم الحمد لله، ومع هذا تراقبهم وتلاحظهم حتى لا تكون مخدوعا بهم وهم كاذبون.